النهارده الحلقه الاول من شرح ابيه المبارك. زي ما سمعنا قراءات اليوم الدور حول ارساليه ربنا يسوع المسيح لكل الناس للسبعين رسولا، اختيارهم وارسالهم. ليه في الاحد الاول من شهر ابيه اختارت الكنيسه هذه الفصول؟ لان في الاحد الاول او في الاسبوع الاول من شهر ابيه يقع عيد الآباء الرسل، وهو يوم 5 أبيب، تذكرة استشهاد الرسلان العظيمان مار بطرس ومار بولس. في الحقيقة ربنا يسوع المسيح أرسل 70 رسولا اثنين اثنين أمام وجهه إلى كل مدينة ومقام، وادالهم بعض التعليمات لهم: انتوا رايحين الخدمة ما تعطلوش نفسكم، ما تسلموش على حد في الطريق، ما تكلموش مع حد، واول ما توصلوا البيت اللي انت تروحوا تكلموه قولوا اولا سلام لهذا البيت، ان كان هناك كلمة السلام يحل سلامكم عليه، والا فسلامكم يرجع اليه. قال لهم ما تنتقلوش من بيت الى بيت بسرعه، اقيموا في ذلك البيت اكلين وشاربين مما عندكم. وبعد كده الهدف ايه؟ الهدف ان الناس تتعلم من الرسول بشاره الملكوت، تتعلم المسيحيه منه. لما يزوروا زيارات سريعه ما يكونش فيها تعليم ولا قدوه ولا يحسوا بأن ده رسول من عند رب الجنود، فيقول لهم اقعدوا في البيت شوية وعلموا الناس، ما تنتقلوش سريعا، خلصوا البيت ده بعد ما تتأكدوا إن هم اتعلموا كويس انتقلوا من البيت التاني، خلصوا البيت ده لحد ما تخلصوا المدينة انتقلوا إلى مدينة أخرى. وقال لهم كمان ما تشيلوش هم، لا تحملوا لا كيس ولا مزود ولا حساسية ولا عصر الطريق. وبعدين بعد ما خلص كلامه الآباء الرسل ابتدى يكلم الناس، أنواع الناس بقى، نوع زي كورسين ونوع زي صور وصيدة ونوع زي كفر نحوم. ايه الفرق بين التلاتة؟ لما نقرا هنلاقي كورسين كانت مشهورة بعدم سماع صوت الرب، مش بس كده ولكن عمل الفتن بين الناس وبعض والحط على عدم سماع صوت الله، ده كورزين، عشان كده قال لها ويل لك يا كورزين. سور وصيدر صنعت امام سور وصيدر من قبل الرب ايات وعجائب لو صنعت في اي مكان تاني لكانت ثابته قديما جالستين في المسوق والرمال. في ناس طلبوا العجائب والمعجزات الباهرات ولكن برضه تفضل صامته ومش راضيه تؤمن بوجود ربنا. النوع الثالث كفر نحوم. شعب كفر نحوم كان يشعر انه الكبرياء الزف الى عنان السماء، ربنا يسمع صوت ربنا ولكن عن طريق الكبرياء والاعتداء بالنفس. وانها وانت يا كفر نحوم المرتفع الى السماء ستنحطين الى اسفل الجحيم. وبعدين التفت الى الاباء الرسل تاني وعاد وقال لهم خلي بالكم، دول 3 انواع من البشر، وبنصح وبحذر كل نوع على حده. الإنسان اللي ما بيسمعش صوت ربنا وبيعمل فتن بيحط الناس على عدم سماع صوت الله، الويل ليه. والويل أيضا للإنسان اللي يرى عجائب الله ومعجزاته وتعليمه ويؤمن به زي سوء وصيده. والويل للإنسان اللي زي كفر نحوم اللي شعر إنه هو العالي. لما التفت الى الرسل وقال لهم من يسمع منكم يسمع مني،
اي حد في الثلاثه دول لو سمع منكم انتم كانه سمع مني انا، واي واحد من الثلاث انواع دول رزلكم ورفضكم كانه رفضني انا. من يسمع منكم يسمع مني، ومن يسمع مني يسمع من الذي ارسلني. كذلك ايضا من يرزلكم يرزلني، ومن يرزلني يرزل الذي ارسلني ايضا. في الحقيقه في الكتاب المقدس قصتين احب اتكلم فيهم عن القلب المتكبر. القصه الاولى في دانيال 4 نبوخذنصر الملك اقام صوره من ذهب وقال كل الناس تعبد هذا التمثال، وقلبه تكبر وعمل لنفسه مدينه جميله جدا وافتخر بيها ولم ينسب لله اي شيء، بل بالعكس بعد ما بنى المدينه حس بذنب. واحد يقول اليست هذه بابل العظيمه التي بنيتها لبيت الملك او بيت الملك بقوتي واقتداري ولجلال مجدي؟ ولجلال مجدي لسه الكلمه في فمه، وجاله صوت من السماء يقول له يا نبوخذنصر الملك الملك قد زال عنك وتفضل سبع ازمنه تصير مثل الحيوان تاكل من عشب الثيران لانك لم تعطي المجد لله. دي اول قصه. تاني قصه هنلاقيها في الدور 12. نعرف طبعا ملك سليمان لما بنى الهيكل تقل شويه على الناس في الضرايب عشان يصرف على الهيكل ويصرف على بيت الملك. فالشعب حس بالتعب. فلما مات سليمان جاء ابنه راح معاه. فالناس راحت له قالت له ابوك تقل علينا وانت خايف تخف علينا شويه. مين اللي راح له بقى؟ الشيوخ. قالوا له خلي بالك انت علشان تكسب الناس والناس يحبوك خفف الضرايب شويه على الناس. زي ما سليمان الحكيم بيقول المساير حكما يكون حكيما والمساير الوهاب يكون احمر. فما سمعش كلام الشيوخ. الشباب اتلموا حواليه وقالوا له انت ما تخلصش طاري ابدا ومرن، انت لازم تكون ناشف عشان الناس تهابك. فلما الناس راحت له قالت له خف شويه، قال لهم هي كلمه واحده ابي ادبكم بالصياد وانا ادبكم بايه؟ بالعقارب. ده ابويا اتقل عليكم الضرايب وانا كمان هتقل عليكم اكتر. فبسبب كبريائكم ولانه ما كانش حكيم ما كانش عاقل خسر المملكه. انشقوا عليه 10 بقياده واحد اسمه يربعان بن نباط، وده كان اكثر حكمه واكثر ذهاء منه باللين والحكمه كسب الاسباط كلها واتعمل مملكه في الشمال. ومفيش حد كان مع رحمعان الا مملكه يهوذا ومملكه بنيامين. ست يهوذا ست بنيامين هم دول اللي مشي مع رحمعان فتره كده، وبعد كده فضلت ينقسم مع بعض. الكبرياء يقسم الانسان، ينزله من الرفعه الى السفلى كما قالت امنا القديسه الطاهره مريم العذراء في صلاتها انزل اعزاء عن كراسي ورفع المتواضعين. طب امتى المتضع يرتفع؟ لما يسمع كلام الله من خلال خدامه ما يقصش قلبه، لا يكون زي كفر الاحلام المرتفعه وتبتت، ولا يكون زي سوره
الرصيدة اللي ما فيش حاجة قدامها بتهزها ورقعت مشاعرها من ناحية قدامها، ولا زي قول الزين اللي بتعمل فتن وبتخلي الناس تتكبر على صوت الله. ده صوت ربنا يسمع لينا من الله ان احنا نتعلم باستمرار من خلال كلمته المقدسة بواسطة الآباء الكهنة بواسطة القدامى.